أهلا أهلا، وصفة جديدة من وصفاتي معكم. أكيد عرفتوا أننا بنسوي ترند الفلافل. يلا مع بعض نبدأ. بنسوي الفلافل السريعة، فاستخدمت هنا عندي حبة متوسطة من الحمص الجاهز، مكعبات البصل، فصين ثوم، وعندي هنا خليط ما بين البقدونس والكزبرة، ونضربها. نروح للخطوة اللي بعدها. هذا الخليط حق الفلافل، عندي هنا حبة بيضة، وهو يرجع الكمية الفلافل اللي بتسوونها، ممكن بيضة بيضتين على حسب. وعندي هنا ملح وفلفل أسود، شوية كمون وشوية كزبرة، وملعقة كبيرة سمسم، وراح نحركهم كلهم مع بعض. الخبز العربي المقاس اللي تحبونه، وفتحتها إلى جزئين، أخذت الجزء الأول وناخذ جزء من حشوة الفلافل ونفردها بهالشكل على الخبزة كلها بالكامل بهالطريقة. حطيت بالطاوة عندي شوية زيت زيتون، انتظره بس لحد ما يسخن، وبعدها على طول راح اخذ الخبزة بهالشكل ونخليها على وجهها هنا لحد ما تستوي عندي. أثناء ما هي تتحمر نضغط عليها بهالشكل بحيث ان الحشوة اللي حشوة الفلافل تمسك بالخبزة. الله يا جماعة لا تشمون الريحة، تبارك الرحمن. بالنسبة للإضافات حطوا الإضافات اللي أنتم تبونها. أنا عندي هنا أوراق النعناع، وعندي أوراق البقدونس، شرايح الطماطم، وعندي هنا المخلل، الشمندر والخيار مقطعته صغار، وآخر إضافة يبي يكون صوص الطحينة. لكم الخيار، عاد تبون تلفونها رول براحتكم، أو تبون تصفطونها بس يعني صفطتين، انتم سووها بالطريقة اللي تفضلون. بحشي.